بيك في بوابه اخبار اليوم، وبنحب نقول لحضرتك ايه سبب مجيئك النهارده لحمل الكم الجميلك او انضمامك ليها، وانك عملت اغنيه كمان للحمل. طبعا انا برحب باخبار اليوم، وشرف لي ان انا اسجل معاك. وطبعا اكيد المعروف اللي عمله فينا الفريق السيسي. عايز اقول لك ان انا في رايي ان اللي حصل ووقفته جنبينا في 30/6 ما تقلش اهميه ابدا عن حرب 73. مش قادر اقول ان هي اقوى، لان حرب 73 احنا كنا بنحارب عشان حته ارض غاليه علينا طبعا، بس كنا عايشين وسوريا عايشه بالجولان محتله بقالها 100 سنه وبيضربوا في بعض، مش عارفين يضربوا في اسرائيليين. يعني احنا كان حرب هويه، وكان فينا احنا ده كان مصر كلها بتتغير ومش عارفين نعمل ايه. وكان ممكن الفريق السيسي يعمل زي ما المشير طنطاوي عمل، يعني كان ممكن يقعد في بيتهم يقول لك خلي الشعب يختار، خلي الشعب والاخوان يصطفوا مع بعض. يعني فاللي هو عمله ده بصراحه حمل بلد وحمل ناس، وربنا يديله الصحه. انا يعني اقل حاجه اعملها ان انا اعمل يعني اعمل اغنيه. وانا قبل السنه اللي فاتت طبعا انتخبت فريق احمد شفيق، ومن اشد المؤيدين لفريق احمد شفيق. وبصراحه انا كنت في حيره، انا بحب الاثنين وشايف ان الاثنين اهم اثنين واكتر اثنين عندهم قدره لحطم مصر، بس لقيت ان الفريق شفيق راجل وطني بدرجه. قلب لسانه في حوار مع وائل الابراشي قال ان الفريق السيسي هو الاصلح وهو الاقدر. ده كان عندي من جوايا، بس كان فيه شويه عواطف على الفريق احمد شفيق. بس لما هو الراجل الكبير ده قالها، طبعا هو اصلح سنا، اصلح خبره وطنيه. الوحيد في الدنيا اللي اوباما كلمه في التليفون ما ردش عليها. يعني عايزين اكتر من كده ايه؟ كنا بنقول البلد عايزه ولد، ربنا جاب لنا اسد. يعني ربنا يخليه لمصر يعني ويحميه يا رب. فحضرتك شايف ان الفريق السيسي هو اللي فيه سمات رئيس الجمهوريه اللي يقدر يحافظ ويدافع عن مصر في الداخل وفي الخارج؟ ان شاء الله هو رئيس الجمهوريه. انا عملت له اغنيه اللي هي كمل جميلك وتبقى رئيس الجمهوريه، وان شاء الله بعد ما يبقى رئيس جمهوريه كمل جميله ويختار لنا كوادر بعد ما هو يخلص فترتين. ان شاء الله يبقى عندنا كوادر وناس زي الفريق السيسي كتير بقى نحتار بينهم، ما يبقاش بس في واحد بس. حضرتك ايه اللي انت تقوله للفريق عبد الفتاح السيسي النهارده؟ بقول له انت تحب توصله، بحبك جدا جدا جدا، وكل شباب مصر وستات مصر والشعب المصري كله بيحبك جدا، وانت مش محتاج مؤتمرات ولا محتاج صورك في بيوتنا وفي قلوبنا، وكلنا بندعي لك وربنا يحفظك لمصر. بس هي كلمه واحده هقولها له، زي ما سمعت كلامنا وقفت جنبينا في 30/6، اسمع كلامنا واحمينا وانزل رئاسة الجمهوريه. لان لو لا قدر الله جه حد تاني زي مرسي، حرام يعني، حرام مستقبلنا يضيع كده، وسنه في اتنين في ثلاثه في اربعه. عايزين نستقر وعايزين نشتغل واولادنا يروحوا المدارس مطمنين والدنيا تمشي ومصر تمشي. وفي نفس الوقت لما تبقى رئيس جمهوريه ان شاء الله ربنا يوفقك، اختار كوادر جديده وابني حياه سياسيه. يعني الحاجة الوحيدة اللي باخدها على الرئيس مبارك زمان ان هو ما كانش في حد باين غيره، فتهنا بعديه. الفريق السيسي مستحيل هيعمل كده، اكيد هيخلق كوادر كتيرة جدا نحتار ما بين ده وده بعد ان شاء الله فترتين الرئاسة بتوعه بإذن الله.